اسمحوا لنا نرحب بواحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن احمد صديق ضيفنا النهارده ومشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن احمد. متفق معايا ولا مختلف من البدايه؟ لا طبعا، يمكن بص، هو كل الالقاب مهمه جدا وغاليه طبعاً جدا طبعا، بس يمكن زي ما انت بتقول ان الالقاب اللي تيجي من بره كمان بيبقى ليها طبع خاص، يعني أيوه. له صعوبه المباريات والحاجات كده، انك المباراه الثانيه كمان لما تبقى بره بتبقى اصعب بكتير جدا طبعا، لكن كل تمنى لو انت عامل نتيجه هنا طبعًا زي الترجي في 2013 12 احنا تعادلنا معاهم هنا ورحنا هناك كسبنا بره الحمد لله، يمكن الحمد لله احمد ربنا حكم متواجد في المباراتين يعني الحمد لله. لا طبعا بيبقى الموضوع مختلف تماما فعلا، يعني وخصوصا كمان لما يبقى كل الكلام انت مثلا بتعاد على ارضك، فيبقى كل التفكير والرؤيه للناس ان خلاص الموضوع صعب والبطوله بنسبه كبيره راحت، فلما يعني بتغير كل التوقعات دي بانك بترجع بالبطوله بيبقى الموضوع مختلف تماما. وانت لعيب بقى في السكواد نفسه، يعني بيبقى واصل للناس انه البطوله بعدت عن اللقب بعد عننا، وانتوا لعيبه بمجرد ما بتخلص المباراه اللي على القاهره هنا الاكشن بيبقى ايه من جهاز فني للعيبه، من لعيبه للعيبه، من اداره للعيبه، يعني ايه اللي بيحصل وايه اللي بيشحن البطاريات بحيث انك انت تروح هناك وانت متاكد انك قادر ترجع باللقب؟ ان الهدف نفسه ما بيتغيرش من اول مباراه في البطوله، من قبل دوري المجموعات كمان، من دور ال 32 او ال 64 أيوه. الهدف بيبقى واحد، عمره ابدا ما يجي يتغير في اخر مباراه ان النتيجه ما كانتش ايجابيه بالنسبه لنا. فالهدف بيبقى واضح وصريح جدا جدا بالنسبه لنا، خصوصا كله بيبقى عارف ان دي البطوله المحببه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فبيبقى الهدف واضح جدا، خصوصا النادي الاهلي يمكن من يعني غالبيه المباريات بلس 90 دي ما بتجيش كده من الفراغ عشان تبقى عارف. فبالعكس المباراه الاولى احنا بناخد المباراتين اكنها مباراه واحده بشوطين، الشوط الاول بيبقى مثلا في القاهره والشوط الثاني بيبقى بره، فبالعكس يبقى الدافع بيبقى اكبر واكبر بكتير جدا جدا. زي ما اتكلمت في حضرتك في البدايه وقلت ان لما بترجع بالبطوله من بره كمان بيبقى الموضوع مختلف تماما تماما بجد يعني، فدي دي بتدي كمان دفعه قويه جدا جدا لينا كلاعيبه في الملعب. يعني انا نسيت ابارك لك.